هذه 120 هذه 80 بالنسبة دابا الأسعار ديال الخضر دابا كاينة بطاطا هي اللي غالية، كاينة بطاطا دابا طالعة شوية تطلع شوية بشوية، هي البصلة، البصلة دابا كاينة جملة 90 ريال وكاينة البيضة دايرة 80 ريال، جوج كيلو ودابا دايرة 90 ريال هنا تبيع 120 ريال، وبالنسبة للمطيشة دابا المطيشة نزلات كاينة دابا 60 ريال المليح 80 ريال، وبالنسبة الأخرى الخضرة كاملة رخيصة إلا البطاطا دابا اللي طالعة والبصلة، وكاين شي خضيرة أخرى طالعة وكاين اللي هابط، ولكن بالنسبة من هنا حتى العيد الكبير يقدر يكون اللي قبل على الخضرة بزاف، مع كاين الناس ما غاديش ياكلوا لك اللحم بوحدو، ضروري تيديروا الشلاضة 120 هذيك 100 ريال، تيديروا الشلاضة ديما تيكون اللي ارتفاع في الخضرة مع العيد، ما كاين غير 100 ريال الفوق، ما كاينش. بالنسبة للديسير والديسير ما تسولش عليه، لا حرج، الديسير كلشي غالي، الدلاح اللي رخيص، داير 10 ريال درهم المليح في مارشي كرو، هنا الدلاحة 10 دراهم، دي الدلاحة فيها 20 كيلو، الثمينة دابا باقي نازلة، لا الثمينة إلا بطاطا دايرة 4000 ريال، ديال الفريد دايرة 4600، والبصلة دابا طالعة، كاين هما باقي لا الثمينة الشلاضة الخيار والدنجال دابا ما بغا حتى واحد، ولكن نهار العيد الكبيرة غادي يكون الارتفاع نيتا، ماشي الارتفاع غادي يكون الثمينة صاروخ، غادي يكون الثمينة طالعين. دابا الحواشي نتمناو كلشي عيد بخير وعلى خير. الأثمنة ديال الخضرة هاد العام راه طاحت، رخيص زيت 80 الباربا 80 البصلة حتى هي 100 ريال، البطاطا 100 ريال، كورجيت 100، الدنجال 80، الفلفلة 100، مطيشة حتى هي 180 ريال، المهم راه الخضرة رخيصة، لكن دابا الرخا كاين شوية الرواج، كلشي رخيص الحمد لله، المطيشة اللي غلات السوق حبسوها ما بقاش تمشي لإفريقيا. ولات دابا في المغرب تدير دابا 80 ريال كيلو ديال المطيشه مليحه، ديك ديال المطيشه ديال 8 دراهم 9 دراهم كاينه دابا غير ب 4 دراهم سيدي، هي اللي غاليه شويه طالع السوق ديالها كاينه ب 90 ريال بالجمله، والسقاده 100 ريال تنبيعها على 10 ريال 120 30 ريال 10 ريال ما بين 10 ريال 30 ريال، باش نبيع دابا البصله تنبيعها على 10 ريال، الناس مساكن مقهوره قهرها الغلا وهالحولي جاي من القدام والصاير، وكاين اللي مسكين كاري ب 40000 ما يقدرش يعيش، هذوك الدراري الله يحسن العوان ما ندير العيب حتى واحد، الله يحسن العوان، كاينه الجلبانه هي اللي شاده السوق، الجلبانه والبطاطا والشوفله والبطاطا الحلوه هادو هما اللي شادين السوق، غاليين شويه، وما البطاطا العاديه راه رخيصه، خيس زو رخيص، اللفت هو رخيص، اللوبيا رخيصه، كلشي رخيص، السلاوي حتى هو طاح، الفكوس حتى هو طاح، الخيار حتى هو طاح، كلشي طاح. الطماطيشه حتى هي طاحت، الاسعار اللي كاين ما بقاش الاسعار دابا، كلشي رخص، كلشي طاح، ضروري دا نتلاقى مع الشناقه مع الربعه ديال مع الفجر، كيف تتصلي الفجر تتلاقى مع الشناقه، هما اللي تيغلوا السوق، وما كون تنشريو عند الفلاح ما غاديش يكون هذا الغلا، كون تنشريو عند الفلاح، إلا تنشريو عند الفلاح غادي نبيعوا الناس غير ب 60 ريال 80 ريال، كاينه المراقبه، ما الدبانه ما تزعق. ركح بعدا يا التنمير دي فلوس جاي بزاف باهرة باهرة يمازيغ شكون التريحي مازيغ باهرة نتنينا داعش لا إلا يعرب لا تمازيغ سيني تسن التريحي مازيغ مرحبا بكم هاد حميد البحيري ولا إيرا الإيميكرو الخضر دي يغوصني نقين يفكا تربي حدا ريحي المحال هادي تسلمت سي عاش نقول لك حنا كندخلو كنتوكلو على الله وهو الوقت مشحرة بلا ما نكذبو الواقع نقولوه ولا ني لا يلاه حنا راه كنمشيو كنديرو كذا وكذا وكنقضيو معاهم الغرض واش فهمتي حنا راه كاع الا ما كاين البروموسيون هز من الهمزه راه ما كنخدمو ما كنحركوش الميزان باش نقول لك اللي كاين واش هذه 8 دراهم جمله وشحال نبيع انا على برا شحال يديها الدرويش وكوكا عباد الله الخوخ خوخ 6 دراهم 7 دراهم من اين لك هذا وحنا كنبيعو في دابا 140 كيلو نص بالفرنك فهمت سطا وانا حنا ديها بالمنفرده حنا صحاب الهوته تلقوا لها غوته تفيق الموته وكلشي ديال الله الحاج الهمزه اللي بغيت نقول لك هو انه هاد الناس هادو الفلاح ما بقاش كيمرق واش فهمتي الفلاح ولا طامع بيبيع في المارشي كرو ودير كذا وكذا ودير غرضه مع الدراري وشرا كلشي باعيش باش اللي تيبيع ويشري بالتسقيط يبيع ويشري فهمتي ياكل شويه والاخرين اللي هي ياكل شويه هو ياكل شويه
دابا المارشي دايرين زكان باش نقول لك اللي كاين ولا كلشي كيقلب على الهوتا وحنا كنقلبوا على الهوتا باش حتى هي تسمح على الهوتا يعني اش غادي دير فهمت سطا الدين الشناقه فين ما مشيتي كاينين السبيطار في المارشي كرو فين ما مشيتي كاينين الشناقه وعاش الملك واش عندي اللي كاين هو اللي بينا نقولوا الحواشي هذه الناس المسؤوله دير شي ثمن زوين للدراوش والناس الاغنياء والفقراء وكلشي يدي ثمن مناسب وكلشي يعيش ياك فهمتي هذا الشيء اللي كاين يكون خرفان نديروا كذا وكذا وقضي الغرض الحاج لمزه كلشي ديال الله ودور مع السويقه في الزنيقه نجيو نعطيكم دقيقه تسمعوا شويه الموسيقى وعاش المالي خيزو غصو غادي نربيه واحد 7 دراهم تنشاط ناقص شويه غير ما تنشاط لك 100 دراهم لقيت لنا موز الزر تري السوق انا قلت له موز الزر تريت له مليحه تري له الثمن تريت له 30 هذا ب 30 حيت دايره 60 و 60 انا قال انا السوق كنا انا كنا انا الكليان السبيرات المليح وذاك اللي درت ادي اش كان ادي اكيد كان في السوق كيزري لكن الناس ديتو الصباح ولا كرا كيزري حوري لا المليح وراه كياكل نسيت وش خصها ولكن غلي لا نسيت انظر يسكن كل شيء انظر يسكن اما زدني زعما هذيك هي نظرات السوق يبان لك اللي قبل غيرها ها لا الزحام هذا هي غير نظرات السوق مالك هي غير تقد يا من هو اللي كيدير لك شفتو هكا داك السوق هذاك داك السيارة كاين غير 6 ايام يدين 6 ايام 8 ايام 10 ايام هاك تبان من ثلاث سنين غير هذا يحكى المهم تعمر البلاصه وصافي ادخل البلاصه وصافي هكا داك السوق اكبر